السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نرجع نكمل. أنا وقفت شوية كده لأن حسيت إن أنا مسرعة عن الأمهات يعني، وكمان الإنجليزي وصلت للوحدة الرابعة، فحسيت إن الناس لسه في الأول، فقلت أستنى شوية وإن شاء الله نرجع نكمل تاني. هنبدأ ناخد الجزء رقم 3 من الفصل الثاني، ترتيب ومقارنة الأعداد. فأنا بيقول لي أكمل مستخدما بأكبر أو أصغر أو يساوي كما بالمثال. مديني هنا بنعد في الأحد كام دائرة، وهنا عندي 2 بكتب 2، العشرات 2، المئات 4، والألاف 3. هنا الأحاد 4، والعشرات 5، والمئات 4، والألاف 3. طيب، فهنا بنخلي الطفل طبعا رقم كبير، هنا 3422 وهنا 3454، فالرقمين كبار جدا، فالطفل ازاي هيعرف يقول مين اكبر من مين؟ هيعمل ايه؟ هيبص اول حاجة عند رقم الالاف، هيلاقي هنا 3 وهنا 3 متساويين فهنسيبهم، هيروح للمئات هنا 4 وهنا 4 متساويين هنسيبهم، نبص للرقم اللي بعده اللي هو العشرات، هنا 5 وهنا 2، فمين الاكبر؟ الخمسة. اذا الرقم ده كله اكبر من ده، يبقى هنقول 3422 أصغر من 3454. تمام كده؟ نفس الحكاية هنا برضو، هنعد ونشوف مين. تعالوا نعملها عشان مفيش العلامة. هنا عندي 1 وهنا عندي 1، هنا عندي 3 وهنا عندي 3، طب هنا عندي 4 وهنا عندي 0. ده الصفر هنا أصغر من الأربعة، يبقى هنا هحط العلامة أصغر من، يبقى أقول 1302 أصغر من 1342. طيب تعالوا نشوف هنا كمان، هنا برضو الخمسة بتساوي الخمسة، هنا 4 في المئات وهنا 4. طيب هنا عندي 4 وهنا عندي 3، مين الأكبر؟ الأربعة، يبقى هنا حط إشارة أكبر من. طيب هنا عندي 3 وهنا عندي 2، لأ بقى واضحة خالص بقى، مش هنروح لأرقام تانية. هنا 3 اللي أكبر، فهقول الاتنين أصغر من 3، يعني 2871 أصغر من 3871. نفس الحكاية بقى على كل المسائل دي، محلولة. تعالوا نحل اللي مش محلول. هنا عندي 4 وهنا 4، ملناش دعوة بيهم. هنا 0 وهنا 9، لا التسعة الأكبر، يبقى هقول 4936 أكبر من 4099. طيب هنا عندي 6 والست قد بعض، طب هنا 7 وهنا 4، الأربعة أصغر من 7، يبقى هقول هنا 6475 أصغر من 6745. طيب هنا 3 وهنا 3، هنا 1 وهنا 1، هنا 5 وهنا 5، هنا 6 وهنا 6، يبقى الرقم كله متساوي، فهعمل يساوي، قلت 3156 تساوي 3156. هنا 3 وهنا 3، هنا 4 وهنا 4 متساويين، طب هنا 6 وهنا 5، الخمسة أصغر من 6، يبقى هعمل علامة أصغر من، وقلت 3456 أصغر من 3465. هنا الرقمين باينين قوي ان هما شبه بعض، فهنا هنعمل يساوي. طب هنا بيقول لي اكمل العدد، هنا عندي 5 احاد، 4 عشرات، 0 مئات ملناش دعوة بيه مش هنحطه خالص، والتمانية في الالاف. طيب الرقم ده بيقول لي 5 احاد، 7 مئات، 3 الاف برضو مفيش عشرات، يبقى هقول 3705. 3705. طيب هنا بقى لو عايزين الارقام الكبيره دي، عايزين نحلها ترتيب تصاعدي وتنازلي، فهنا بيقول لي ايه؟ هنا عندي 5000، 3000، 4000، 1000 و2000. الطفل هيعملها ازاي؟ طبعا دي سهله جدا، يعني بنعمل دوائر على الالاف، بنعمل دوائر كده على الالاف وبنشوف هو تصاعدي. تصاعدي احنا طبعا عارفينه، الطفل عارف من الصغير للكبير، فبنشوف مين اصغر رقم فيهم. هنا الواحد، فباخده بالرقم بالايه؟ بكل الاعداد اللي معاه، يبقى هنا 1000، 2000، 3000، 4000، 5000. طب التنازلي، التنازلي اخد التصاعدي من الاخر للاول، اخد التصاعدي من الاخر للاول، يعني 5000، 4000، 3000، 2000، 1000. طيب تعالوا بقى نحل بقى ايه زيها. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل دائرة على الالاف. هنا هعمل دائرة على 2، 3، 1، 5، 4. عملنا الدوائر، نشوف هنا التصاعد، يعني من الصغير للكبير، من اصغر واحد الواحد اهو، يبقى اخد الرقم كله على بعضه ب 1190. 1190
وتسعين. مين اللي بعده؟ الاتنين، يبقى 2530. مين اللي بعده؟ التلاتة، 3780. مين اللي بعده؟ الأربعة، 4810. مين اللي بعده؟ الخمسة، 5260. تمام كده؟ طيب عايزين التنازلي، اخد التصاعدي من الاخر للاول، تصاعدي اخده من الاخر للاول، يعني الرقم الاخير ده اكتبه في الاول في التنازلي، اللي بعده اللي بعديه اللي بعده بعديه اللي بعد كده، يعني ايه من الاخر للاول، فكده بتبقى سهلة قوي. نفس الحكاية هنا، بحط برضو دوائر على الالاف، حاطين على ستة، على الواحد، على الاتنين، على الخمسة، على الاتنين. ده انا عندي هنا رقم اتنين مرتين، حتى انا ما خدتش بالي واتلخبطت فيها الاول. طيب اول حاجة انا عندي مين؟ الواحد اللي هي 1400 نزلتها. طب انا عندي هنا اتنين وهنا اتنين، اخد مين؟ ابص هنا اتنين واتنين متساوي. طب الرقم اللي بعده هنا اربعة وهنا صفر، انا باخد ايه الاول في التصاعدي؟ باخد الصغير، من الصغير للكبير، يبقى انا هاخد الصغير الاول اللي هي الالفين، ووراها على طول الاتنين التانية اللي هي 2452. طيب اللي بعدها ما عنديش طبعا ولا تلاتة ولا اربعة، هاخد الخمسة على طول بخمس تلاف ستمية وعشرة، بعدها 6020. برضو التنازلي، اخد التصاعدي من الاخر للاول. طيب هنا بقى عامل تصاعدي 1000 2000 3000 4000 5000 6000، هنا تنازلي 9000 8000 7000 6000 5000 4000. طيب تعال نشوف المثال ده كمان، بيقول لي هنا 5000 يعني 5000 احاد، 5000 احاد. طيب ازاي هنفهمها للطفل دي؟ هنقول له هنا دي 5000 على بعضها، الاحاد ما بتديش اي اصفار، يعني مش بتديني اي اصفار، فحطيت لها الثلاث اصفار كلهم. طب العشرات بتدي كام؟ بتدي صفر، فانا هاخد الصفر احط بدل عشرات، يعني هفهمه يا اما احط ال 5000 كلها كده، يا اما اخد الصفر ده اعمل منه عشرات، اعمل منه ايه؟ عشرات. ما ينفعش احط الصفر والعشرات مع بعض، يا اما احط الصفر يا اما احط كلمة عشرات. فانا هتفضلي كام لما خدنا الصفر وكتبنا بيه عشرات؟ لان العشرات قلنا بتدي هدية صفر، فيا اما اكتب الصفر يا اما اكتب كلمة عشرات، الاتنين ما ينفعش يجوا مع بعض، يا اما اكتب الصفر يا اما اكتب ايه؟ العشرات. فانا ايه هنا عايزة اكتب العشرات، يبقى اخدنا من الخمس تلاف صفر بقت 500، يعني الخمس تلاف بتساوي 510. طيب جبنا المئات، المئات بتدي هدية ايه؟ بتدي هدية صفرين، يبقى انا هاخد من الخمس تلاف الصفرين، هيتفضل منها كام؟ هيتفضل منها 50، يعني الخمس الاف فيها 50 100، فيها 50 ايه؟ فيها 50 100. نفس الحكاية برضو الاربع تلاف، الاحاد ما بتديش اصفار، ما بتديش اي هدايا، يبقى هتنزل الاربع تلاف عندها كلها. طب العشرات بتدي هدية صفر، خدنا من الاربع تلاف صفر سبنا لها الربعمية بس وكتبنا عشرات. طب المئات بتدي هدية صفرين، اخد من الاربع تلاف الصفرين اكتب بيهم المئات وحط الرقم اللي فاضل اللي هو 40. طيب يبقى هنا اقول ايه؟ الاربع تلاف بتساوي 4000 احاد، 410، الاربع تلاف فيها 410 والاربع تلاف فيها 40 100. طيب السبعة تلاف في الأحاد بتاخد الرقم كله. طيب والعشرات خدنا منها الصفر بتاع العشرات وكتبنا عشرات، وفي المئات خدنا منها الصفرين بتوع المئات وكتبنا 70 اللي هو اللي فاضل يعني. طيب التسعة تلاف كتبناها كلها عند الأحاد. طب والعشرات خدنا منها صفر وكتبنا 900 بس. طب وعند المئات أخدنا منها الصفرين وكتبنا 90 بس. تمام كده؟ طيب هنا مديني الرقم ده بيقول لي أكبر عدد، بطلع من الأرقام دي أكبر عدد. اكبر عدد ده بطلعه ازاي؟ اخد اكبر رقم فيهم احطه في الالاف، الرقم اللي اصغر منه شوية احطه في المئات، اللي اصغر منه شوية احطه في العشرات، واصغر واحد يبقى في الاحاد. طيب بيقول لي القيمة المكانية للرقم تسعة كام؟ القيمة المكانية يعني هو قيمته في المكان اللي واقف فيه واقف فين؟ اقول له لا ده هو ايه تسعة، الرقم تسعة ده الاف واقف في الالاف. طيب هنا قال لي اصغر عدد، عايز الاصغر، اخد نفس الرقم ده بس من الاول للاخر، يعني الواحد وبعد كده اتنين بعد كده سبعة بعد كده تسعة، يبقى 1279 وده 9721. يعني لما يقول لي اكبر امشي من ناحية الالاف كده بالرقم الكبير، فالاصغر فالاصغر فالاصغر، لكن لما يقول لي عايز الصغير ابدأ برضو من ناحية الالاف، الصغير فالاكبر شوية فالاكبر شوية فالكبير خالص. طيب هنا بيقولي قيمة الرقم تسعة هنا كام؟ اقول له قيمة الرقم تسعة تسعة، لان هو واقف فين؟ في الاحاد. طيب هنا عندي واحد وتلاتة وخمسة واربعة، عايز اكبر عدد من دول، اخد الخمسة الاول في الالاف، بعدها الاربع مئات،
بعد كده التلات عشرات والواحد أحاد. طب قيمة الخمسة كام؟ أقول له ألاف. طب هنا أصغر عدد، مين أصغر عدد؟ الألف الواحد الأول، وراه على طول أخد التلاتة، بعد كده الأربعة، بعد كده الخمسة، ببدأ إيه من الصغير للكبير. طب قيمة الرقم خمسة كام؟ قلت له برضو إيه؟ أحاد. طيب هنا بيقول لي قيمة طفلك دي المفروض هيحلها لوحده الطفل، فبقول له بنقول هنا مثلا تلاتة وتلاتة متساوية، خمسة خمسة متساوية، هنا اتنين وهنا صفر، مين الأكبر الاتنين؟ فبعمل علامة أكبر، بقول 3520 أكبر من 3502. طيب هنا عندي واحد وهنا عندي واحد، هنا عندي صفر وهنا عندي صفر، هنا عندي تسعة وهنا عندي تسعة، طب هنا عندي تسعة وهنا عندي تمانية، لا التسعة أكبر، يبقى هقول هنا 1099 أكبر من 1098. طب هنا تلاتة وهنا تلاتة، هنا ستة وهنا ستة، هنا خمسة وهنا خمسة، هنا أربعة وهنا أربعة، يبقى أقول إيه؟ هقول يساوي، رقم كله متساوي فهقول يساوي. طيب هنا اتنين وهنا تلاتة، باينة خالص بقى دي اتنين ودي تلاتة، بالاتنين أصغر من التلاتة، بقول 2999 أصغر من 3000. طيب هنا بيقول لي أكمل النمط، أنا شايفة بيزود 1000، أقول 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000، هنا بينقص 1000، 9000، 8000، 7000، 6000، 5000، 4000. طيب هنا برضو نفس الحكاية، عايز يرتب تصاعدي وتنازلي، بعمل دائرة على الرقم بتاع الآلاف، مين أصغر رقم فيهم؟ أصغر رقم فيهم الواحد أهو، ده أنا عندي هنا واحد وهنا واحد. طب مين الصغير فيهم؟ ده هنا تلاتة وهنا خمسة، التلاتة أصغر، يبقى أخد 1324 الأول، وراها على طول 1567. طيب بعد الواحد اتنين مش موجودة عندي تلاتة اهي، يبقى انا خدت رقمين بعد كده التلاتة، 3849. طب بعد التلاتة في ايه؟ في اربعة، 4670. طب وبعدها في ايه؟ 9420. طيب التنازل اجيبه ازاي؟ اجيبه من التصاعدي، من الاخر للاول، من الاخر للاول، اكتب من الاخر كده بالترتيب لحد ما اوصل للاول. نفس الحكاية، هعمل دائرة على الالاف ونشوف من اصغر رقم، اصغر رقم الواحد اهو، اقول 1001 بنحطها، بعديها عندي هنا 4000 وعندي 4000. طب من الصغير؟ هنا 2 وهنا 6، لا انا هاخد الاتنين، يبقى 4200، بعد كده 4607، بعد كده هناخد التمانية، 8910، بعد كده 9504. برضو التنازلي اخد من الاخر للاول، من الاخر للاول. طيب الرقم ده بيقولي 4 عشرات 6 مئات 9 آلاف، انا ما عنديش كده احاد، فهقول ايه؟ 9640، 9640 اهي، 9640، ما عنديش احاد. طب هنا 5 أحاد 900 مئات و7000 آلاف، ما عنديش عشرات، فهقول 7905، 7905، 7900 وايه وخمسة، وبقى كده خلصنا الدرس ان شاء الله المرة الجاية، وهسرع بقى بإذن الله كده، يعني احنا وقفت مدة كبيرة على بال ما الناس كلها توصل للفصل الثاني، فهنبتدي الحصة الجاية او الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الدرسين 13 و14، بيتكلم عن عشرات الالاف ومئات الالاف، وهنشوف يعني ايه اللي هنعمله فيه، بتهيألي نفس الشرح بتاع الالاف، بس ايه بقى اكبر الارقام شوية كمان. نشوفكم على خير ان شاء الله، الفيديو القادم هيكون قريبا، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.